ولي أستاذة كنسولو على الكلام النابي أي تخسر الهضرة بالدارجة ديالنا المغربي اللي ولا شائع عندنا في البلاد بواحد الطريقة يعني غريبة وخايبة أو ميم طون. شنو رأيك أنت في الظاهرة هذه؟ الظاهرة هذه ولات بزاف سي دوفونو أن كوتيديان اللي بعد المرات كاع نقدروا ندوزوا كاع في الشارع كاريمون نونتوندي أوني أفيك دي زونفون أوني أيدي أفيك دو لا فامي أو بلو تار إي أون تخوف زعما سي دي جون كي سون أنكور بوسي دي زونفون دي أدوليسون أنا جو تخوف سا سي بلوتو أون بو فيكولي سوسي بار رابور أ لو مونك ديدوكاسيون La fréquentation qui est devenue très mauvaise, là aussi le manque de l'éducation au niveau social, mis à part parental, c'est aussi de la famille aussi qui n'est pas au grand succès. Les gens ne s'aiment plus jamais. Qu'est-ce qui vous fait belle que tu sois d'amener une jeune? Si à dans le dîn, dans la tarbiya islamia, ou bien dans le monde de l'Arab. ولا بنادم ولا مفتح بلا قياس حنا ماشي في بلاد في هذه البلاد هذه ديال الاسلام ماشي بلاد غربيه اما الاسباب كاين اسباب اجتماعيه كاين اسباب نفسيه واهم سبب هي غياب التربيه وغياب الوعي شكون كيبان لك الحل باننا نصلحوا هذا الامر هذا هو الحل نصلحوا الامر هو يعني الكل خاص يساهم في حل المشكل من الاعلام الاسره وحتى السبب قول لي كنسولوا على تخسر الهضره اللي هو شائع عندنا في المجتمع مع الاسف انت شنو الراي ديالك في الظاهره هذه انا الظاهره ما عجبتنيش الصراحه حيت تخسر الهضره تي تسئب المجتمع ديالنا يعني المجتمع ديالنا الحقيقي وكحنا كندوله مسلمه وكذا ما خصناش نخسروا الهضره بزاف واش شي تيجي من قله التربيه وقله الوعي ديال الجيل ديالنا اللي طالع يعني ولا من اقل الحاجه ولا تيخص الهضره يقدر يسب ماما يقدر يسب بابا يعني حشومه ما خصناش نديروا بحال هكا خصنا نراعيو شي شويه وخص بنادم مزيان شويه راسو ويسيكون مربي سمغيو حنا كما كنا باغ اكزومبل حنا لا جينيراسيون ديالنا اون بو دير 80ات ولا 90ات كاع او بلوطا لي جون مازال محافظ باسكو اون حنا في واحد المجتمع اللي محافظ كي كونسيرفاتوار اللي عندنا واحد بزاف ديال واحد الهيئه ديال المجتمع اللي ديما عندنا ديك النظره اللي اوموا تدوز من الشارع وتيكون شي واحد تيخسر الهضره تبدا تشوف فيه بنظره شويه تتحتقرو علاش تقول هكاك اون بو كاع نديفي كاع داك لو سوجي ديال تخسر الهضره علاش فاش يفيدك فاش يفيدك كاع لا خصاتي داك الانسان عيرتيه بفلان ولا ولد فلان وكاع تيجبدوا كاع الوالدين اللي ما عندهم لا صله لا في هادشي كامل وتيجبدوه والاخيب حاجه هي باش تتقيس الوالدين في المعيور ولا تتقيس الله عز وجل تماك فين تتقاس كاع وتتقيس لا دينيتي دو لا بيرسون افون تو ولا دينيتي ديالو او طون كو بيرسون و اوسي لي جون كي سون اوتور دو لوي سولنا بعض الشباب قال لك يعني هادشي هذا عادي لان في بلايص وحدين اخرين عادي يعني في بلدان واحده اخرى في بلدان واحده اخرى لا ما تيخصوش هضره بزاف حيت هما اصلا الدول الاوروبيه متقدمه علينا بزاف ومربين علينا اذا هما ما تيخسروش الهضره هما بزاف ماشي بحال واخا اسمح لي اللي نفرض ان كان في هاد الدول هذا عادي واش ممكن حتى حنايا نكونوا بحالهم ونديروا عادي عندنا في المجتمع ديالنا غير حيت هما عندهم عادي لا يمكن يكون عادي هنا في المغرب إذا كان كذا ولكن أنا بالنسبة لي أنا تخسر الهضرة تيجي بس صداع تيجي كاين مشاكل وصافي و تيجي من قلة الوعي الإنسان فهمتي يعني قلة القراية أنا خصوصا بنادم أنا ما كانش قاري وفي لحظة غضب يقدر يسبتها خو ولا وفي الحقيقة هذا الشيء خاصو في الحقيقة تكون من لا سوسيتي من جدر من التربية ديال الدار التربيه aussi ديال لي زيكول كانوا بيان سور لي سي بيرسون شو جون دو بيرسون يسون سكولاريزي يفو او بلو طار لو ريدوكي كو داكشي كامل ما يفيدهم في حتى شي حاجه غير يولي غير المجتمع لا بقى هذا تيخص الهضره ولا خرج يخص الهضره يولي كاع المجتمع كامل تيخص الهضره واش ما واش نقول لك اخويا الله يهديهم راه الانسان الا ما كانش مربي من الدار ما تربيش الزنقه من غير الا كان سميتو ما راه اش غنقول لك الله يهدي ما خلق يعني كيبان لك هادشي هذا سبب الوالدين التربيه من الدار الوالدين يعني كيشوف والديه اش كيديروا حتى هو راه غادي سميتو حيت كاين اللي والديه ما صالحينش الله يستر صافي يعني ما شاء الله حنا او بلو طار دابا ولا كلشي ميدياتيزي توت اي دوفوني سير لو ريزو سوسيو ولا هز تليفون صور تو بوبلي لو لوندومان ولا ها لي انستغرام الفيسبوك ها تيك توك اللي ولينا دابا تنعي
تنعيشوا شاك جوغ سي با فريمون بيان بور نوتر بور نوتر سوسيتي حيت اصلا حنا المجتمع اون فيكول ليماج ديالنا ا لوتر بو دو موند باسكو مع دابا كلشي ولا تيتفرج فينا مع هادشي ديال ولينا طوندونس طالع ها لي بوبليكاسيون واحد جوج ثلاثه اون بوبلي اون بوبلي لي فيديو اون فيو بوبلي لي بوست غير هكاك وغراتويتمون عاود ما نديرو نديرو اون بوبلي دي بون شوز اون فيكول دو بونز ايماج سي بلوتو لو كونترير كون فيكول بور لوتر بو دو موند كسا سوا دابا غير تنشوفو بيتيتر راه لوتر بو دو موند اوسي الى اون براتيك اوسي بور فيكولي بور دير دو مو غروسي مي حنا وصلنا شويه دونك خاصنا نهبطو شويه من هادشي وان شاء الله بيتيتر افيك ليدوكاسيون ديال الزنقه باسكو هادشي تيتعلم من الزنقه جو بونس با كو في دارهم يكون جالس مع لي بارون ديالو ولا جالس افيك دي زامي ولا جالس مع لونتوراج ديالو يقدر يحصل هذا سي كيسيون دو فريكونتاسيون اوسي استاذ الى رجعنا شويه للوقت شحال هادي كيفاش كانت الوقت كانت شي الاحترام كان سميتو ماشي سميتو كان الاحترام غير الجار ديالي ما يقدرش سميتو يعيرو ولا ما يقدرش يتهدد عليه ما دابا راه با كيرجع فيه الله يجعل السلامه والله يستر وصافي الدنيا هادي راه ما شاء الله الله يهدي ما خلق الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.